مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني بحبك حب مش عادي مشاعري من زمن تاني بحبك مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني بحبك حب مش عادي مشاعري من زمن تاني ساكنة في روحي في قلبي شفت شرياني دموعي تجري في عيوني وتدفن كل أحزاني وروحي ساكنة في روحي قلبي شفت شرياني دموعي تجري في عيوني وتدفن نور. وبفرح والحياة فرحة لو انت راضية ومسامحة وضحكة شمس في صباحي عشانك ولا علشاني وبفرح والحياة فرحة لو انتي راضية ومسامحة وضحكة شمس في صباحي عشانك ولا علشاني وروحي ساكنة في روحي في قلبي شفت شرياني دموعي تجري في عيوني وتدفن كل أحزاني وروحي ساكنة في روحي قلبي شفت شرياني دموعي تجري في عيوني وتدفن كل أحزاني تطلع بقى فرنسا مش عارف بس افتكر ليه وانت اصلا رايح فين والله ما انا عارف انا قلت اجرب هنا الاول علشان عندي اصحاب كتير في ايطاليا انا ممكن اعرف انتوا رفضتوني ايه لا ما اعرفش بس انا قدمت كل الاوراق المطلوبه يا استاذ السفر بقى صعب قوي من دول حظك كده طب هو انا ممكن اقدم تاني امتى سنه سنتين وعلى فكره ما دام اترفضت هنا مش هتقبل في اي دوله اوروبيه لازم تستنى شويه ايه الاخبار ادوك الميزه ايه
بقول لك ايه، ما تيجي معانا الكافيتيريا؟ بقول لكم يا جماعه في محاضره محاسبه لازم نحضرها. لا مش لازم خالص، دكتور فوزي ده خانق اخلاقك. حرام عليكي، ده غلبان، ده بيقف يسمع الكتاب كله. في مالك اكتر من كده في الدنيا؟ انا هحضر هحضر، في بيزنس بيني وبينه. مش قلت بس مصروف من لذينه بيصحيني من النوم. هو يا محسن لو انت ارتحت ونمت في الويكند مش هتنام في المحاضره. ازاي بس يا مروه الكلام ده؟ اه اصلا ما تعرفش ان اكل العيش مر. ليلها انا القانون الدولي ده مش فاهمه فيه اي حاجه، حاسه اني هطلع بيه تاني. يا شيخه ما تفوليش على نفسك، بكره ان شاء الله هجيب لك ملزمه للدكتور براده يخليك القانون ده زي الميه. يا ريت. ده الجماعه هم. خلاص يا جماعه، محسن حاول بقى تبع كليه الحقوق. الله، المزه جت معاه المز بتاع الحيله، بس دمه خفيف. اه وجيبه اخر. والنبي لازمته ايه يوم الاجازه ده؟ عشان اشتغل اكتر واجيب فلوس اكتر ونتنيل بقى نتجوز. قولي لي بقى انت عملتي ايه؟ مفيش يا اخويا، مسحت الشقه وغسلت هدوم اخواتي وطبخ. ايه رايك؟ ما شاء الله، وات ا نايس ويكند. اخبار الكاشات معاك ايه؟ اه الحمد لله تمام. ليلى كانت بتحكي لي النهارده ان في قاعده في فندق النيل الروف، تبقى كانك طاير كده في السماء زي كل القرف اللي احنا فيه ده على الارض. الفندق الجديد اللي فتح ده؟ اه تعالي تعالي. بجد؟ ماسكه كويس؟ اهو امسكي قوي. اهو اللي بالحق يا حلو. يعني لما تخيلي عيش الزوجيه كده بتحلمي بايه؟ بحلم ببيت على النيل كبير، 7 اوض وثلاث حمامات، ونجيب العفش من ايطاليا، ونجيب كلب صغير. كلب لا. ليه؟ انا بخاف من الكلاب. وبعدين العفش من ايطاليا ده؟ ده على كده عمرنا ما هنتجوز، انت بتعجزيني يا بنتي؟ وايه 3 حمامات؟ بحلم يا عزة. ما تحلمي على قدنا. يعني احلمي باوضه بعفشه ميه، بعفش من دمياط. دمياط؟ على فكره انت عمرك ما هتلاقي راجل جد زيي، ولا حد عارف طريقه زي ما انا عارف. انا يمكن في البدايه بدات دراستي متاخر، بس انا حاسس كده ان انا هبقى اهم محامي في مصر. يا ريت. انا حيشاك عشان انت حيشاني ونشيت طريقك يعني. طب اعمل لك ايه؟ ما انت مش مخليني اقابل امك ولا المحروس اخوك. نقرا فاتحه على الاقل. هما مش بيقولوا برضه وراء كل عظيم حنا؟ انت مستعجل قوي كده؟ زي ما مبسوطين ونحب بعض اهو. صحيح يعني بتقعدني في حتت واقعه من نصكم. أنا نازلة يا ماما، عايزة حاجة؟ أيوة يا حبيبتي، عايزة جلاد بني وتيكت وست كراسات صفحة وصفحة. حاضر. سلام يا بابا. استني هالة، عايزك. خير؟ ترجع على الساعة كام؟ الساعة 8 كده إن شاء الله. عايزك تبقي تقولي لمحسن لو يقدر يعني يسلفني 500 جنيه لغاية أول الشهر. مش هينفع يا بابا، لما تبقى ترجع له اللي عليك الأول. طب مش عايز تأخير بقى. ها؟ حاضر. سلام. سلام. ازيك عاملة ايه؟ كويس. النهاردة عندنا زباين كتير قوي، 5 في عين العدو. 5؟ دول كتير قوي. انت قدها وقدود. ايوه بس انا عندي مذاكره كتير. معلش بقى، موسم كل سنه وانت طيبه. ايه ده، انت ما بتاكليش ليه؟ الاكل هيبر، ممكن بابا يتاخر. يلا حبيبتي كلي. مش هتيجي تتعشى؟ لا انا مشغول شويه. قول انت. بابي بابي. ايوه يا مروه، في ايه؟ اكلتي خلاص؟ مش جعانة، عايزة فلوس. خدي اللي انت عاوزاه. خدت 100 جنيه، انا رايحة عند حنان اذاكر عندها. اوكي متأخريش. ها؟ الو. ايوه. لا لا ولا مشغول ولا حاجة. انت فينك يا راجل؟ اي خدمة يا نسا، مستعطية في الخدمة. لا شكرا، ربنا يخليك. ازيك يا حوده، عامل ايه؟
اعمل كوبايه شاي نمائيه تستاهل بقى. انت مالك لابس كده ليه؟ اصل بشتغل بعد المدرسه مع الاستاذ عطيه صاحب الورشه دي، وعامل الشاي من صنع ايديا. والله برافو عليك. امال ايه، ده ناصر ميكانيكي قد الدنيا. انا اسدك بقى اصل ما استغناش عني سنه. مش يا استاذ محمود ارتاح شويه. شفتي شفت لك؟ طب يلا تحدد اللائحه التنفيذيه وتطلع الرد على الجماعه. امال لو حق تسلم ايديك يا ست الكل. تسلم يا حبيبي. تعب نفسك يا فندم. لا ولا تعب ولا حاجه، لازم تاكل وتتغذى، الامتحانات قربت. يا رب يا بنات تنجحوا اخر السنه دي. ده الايهاب اللي بيذاكر لنا يبقى اكيد هننجح. طبعا مش خريج هندسه بتقدير جيد جدا. واديكي شايفه اخرتها، هتتعامل في محطه بنزين. سبع صنايع وطلع صايع. ما تقوليش كده، بكره هتشوفي ايهاب هيبقى ايه. هيبقى ايه؟ الملاط الساعد. انا نازله اجيب قماش لما اجي اخوك محمود على الشيء. هم انا بقى منك ازاي عشان تركزوا؟ ها على الاقل من مهلك. هحطهولك على نار هاديه. رفضوا ادوني الفيزا. ما تزعلش نفسك، يمكن الوظيفه اللي انت مقدم عليها تديلك. كان نفسي اسافر بره اعمل شويه فلوس عشان لما تقدم لابوكي ما يرفضش. وانا بقى ما كنتش عايزاك تسافر تتبهدل لوحدك. انت ما سمعتش عن اللي بيموتوا في البحر بسبب حلم السفر ده؟ وايه الفرق؟ انا كده كده متبهدل هنا، وبعدين في ناس سافرت بره ونجحت. كده مش فاضل لي غير الخليج. انا ممكن اكلم بابي، عنده اصحاب كتير هناك، ايه رايك؟ مش عارف. هكلمه. بطل كئيبه بقى، حنان زمانها راجعه. اولا انا مش مقتنع ان حالتك العصبيه اللي انت كنت فيها دي سببها اخواتك وتنفيذ الوصيه وكل الحاجات اللي انت. ايه يا تيتا؟ بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ انا ما عنديش اي مشكله. ايه ده وبعدين ما اكلتيش ولا خدتي الدواء كمان؟ لا بس زعلان على ندى يا ابني، عماله تضحي عشان اخواتي. هي دي المشكله. ما تقلقيش على ندى يا تيتا، بكره ندى تتجوز تبقى زي الفل ان شاء الله. المهم احنا لازم ناكل كويس وناخد الدواء عشان انا مش عايزه اقلق عليكي بره، انا ورايا شغل. بس يا محسن يا ابني، ندى دي بتفكرني بامك الله يرحمها. الله يرحمها يا تيتا. يلا مخطوبه وانا في اخر سنه في الجامعه. حصلت البركه يا معلم. كانش له لزوم التعب ده، احنا مش عاوزين نعطلك. هما كلمتين، عاوزينك تشوف لو نقدر نرفع قضيه على حماه الواد ابني ده. ليه كفلنا الشر؟ ده ست نجوى ست طيبة، وبعدين هي مش معادة يعني ابنك ومراته عندها في البيت، ده ناس مالهاش الا عمرك فيه في الراحة. كانت دوام الحال من المحال، لكن الولية اتجننت وعاوزة تتجوز. غارت لما شافتني مالي بنتها. بس يا واد بص بقى يا معلم، القاضي يقدر يطلق اي نعم، بس ما يقدرش يمنع حد من الجواز. ما انت لو جبت لنا افوكاتو جدع هيقدر يمنعه ويمنع ابوها كمان. افوكاتو جدع، افوكاتو جدع، افوكاتو جدع. طب بقول لك يا معلم، انت مش بتقول ان الست دي نفسها تفتح على الجواز؟ طب خلاص تقوم انت بالمصلحه دي ويبقى زيتكم في دقيقكم. ولا انت يعني لما واخده العظمه كبرت؟ كبرت كبرت ايه يا استاذ؟ ده نصبه مني. طب خير، يبقى على البركه وربنا يتمم بخير. انت تستاهل 100 جنيه مش 50 جنيه. الله يصلح حالك. يلا يا هلا. الف شكر يا معلم. نورت نورت يا استاذ. يا بركة دعاك يا أمه، كلها حبة من دول واجيب أحلى جهاز. بقول لك إيه، أنا مش هقدر أشتغل بكرة، تعبانة جدا وعندي مذاكرة كتير. يا ماما مذاكرة إيه؟ اللي ذاكر ذاكر واللي نجح نجح. الحياة اعملي لك قرشين ينفعوك بعد التخرج بلا خيبة. أشوفك بكرة. ولا بيت بنيت على طول ده.
لنا هنا بس ضيقه. الحقي يا حنان. ايه في ايه؟ دكتور فوزي منزل اسمك من ضمن المحرومين في اداره الاعمال. ايه؟ عملها فوزي؟ معاه حق، ما انت منفضله على طول. ايه الغلاسه دي؟ وبعدين ده راجل خانق، احضر له ليه؟ يعني ده اول ما بيفتح بقه بنام. طب ويا حده هتعملي ايه دلوقتي؟ هروح له طبعا، ما فيهاش كلام، يا قاتل يا مقتول. بقول لك ايه، بلاش الجنونه بتاعتي دي، هيحرمك الامتحان اخر السنه كمان. ده غلبان، بس كل الموضوع ان شمس الخليج سيحت له الجمجمه. هو كان في الخليج؟ 15 سنة وعاملهم على قلبه وقت كده. متجوز؟ لا مش متجوز، ومالوش في الموزز، ومن البيت للكلية ومن الكلية للبيت. لا 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 لا، مالوش في الموزز. هنشوف. ايه ده، مش حاسس؟ حدثني بالمرة، مش حضرتك طلعت فرماني ما اخشش امتحان الترم؟ حضرتك ساكت ليه؟ اسمك ايه؟ حنان منصور. حنان منصور، انا متذكر الاسم ده. ممكن اعرف يا انسه حنان منصور انت ما بتحضرليش ليه خالص؟ اصل ايه؟ اصل يا دكتور انا ظروفي وحشه قوي. ليه في ايه ان شاء الله؟ ماما يا دكتور تعبانه خالص. مالها تعبانه؟ ما احنا كلنا تعبانين. لا تعبانه قوي قوي، تعبانه خالص يا حبيبتي يا ماما. طب خلاص خلاص، ما تعيطيش، انا ان شاء الله هرجع كشوفات وهبقى ارفع اسمك من بعد. ميرسي يا دكتور، انا متشكره قوي لحضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يخليك لي يا رب، ما يحرمنيش منك. انا اسفه يا دكتور، ميرسي. بطلي الدبوس هيشكك. اصل بنتك دي يا طنط كانت ممثله والله. ده انا كل ما افتكره وهو قدامي هتفر من هنا وبموت من ده. الراجل ده طيب قوي بجد. طيب؟ مفيش راجل طيب. لا. ايه رايك، حلو؟ بجنن يا طنط والله، تسلم ايدك. بص يا طنط، انا جبت لحضرتك 20 جنيه واخر الاسبوع ان شاء الله هكمل. انت خبت يا بنت، انا بقول هاخد منك فلوس. ربنا محتاجه الفلوس دي اخدها. شايفه بنتك يا طنط؟ ايه رايك يا مارا، مش عايزه فستان حلو زيه؟ ما مش يا طنط، مش محتاجه. هو ايهاب هيتاخر؟ اه يا حبيبتي، عندنا باتشيه النهارده. في ايه؟ بره 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 كده، ورا العيد بره كده، ورا العيد. كل الملفات كل الالوانات. حياة قلبي ازيك؟ ازيك يا هلول؟ زي الفل، ربنا كرمني اخر كرم النهارده. طب يا ولد. اه جيتي في وقتك. طلع. امشي يا قمر. هتحصلي عدل. ماشي. وحياة ماما، وريني الجيب التاني. الله الله، مش قدام الناس كده يا هلول. هتفضحينا. وريني. خلاص حاضر. خدي. وريني. اشتغل ازاي انا بقى دلوقتي؟ يا حبيبتي لازم يكون في فلوس على جنب عشان اعرف اجيب بيها قطعه ثانيه. ما لسه الشغل قدامك كتير اهو، وبعدين الزباين بسم الله ما شاء الله بتجيلك لحد نص الليل. الله اكبر الله اكبر يا حبيبتي، انت فلسطيني خالص. صباح الفل. صباح القشطة يا نولمس، نمت كويس يا قمر؟ يعني ادعي لي والنبي ان مشوار الشغلانة ده يمشي ان شاء الله. ده عيالك على طول والله. تعالى عايزاك. اقعد يا بابا. خير. ناوي على انت ومروة؟ ما دي حاجة عايز سؤال. انت عارفه اننا بنحب بعض وعايزين نتجوز. في يا ماما؟ في اني خايفه عليك يا ابني، خايفه قلبك ينكسر. هما فين واحنا فين يا ايهاب؟ تلاقيش. استاذ احمد، متاسفين، طلبك في الوظيفه اترفض. استاذ ايهاب، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. استاذ محمد، متاسفين، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. استاذ تامر، متاسفين، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. انا سامونا، طلبك الوظيفه اتقبل، اتفضلي قبل المدير. وادي الشغلانه دي كمان ضاعت. كلمتي بابا؟ كان نايم لما رجعت، ولما صحيت ما كانش موجود. انت ليه مش قادر تستنى لغايه ما اخلص كليه ونسافر سوا؟ لازم اعمل فلوس الاول يا مروه. طول ما انا عامل في بنزينه كده مش هقدر اقابل باباكي. هكلمه يا ايهاب. احنا هنبدا نلف كده كتير. انا مش لاقي حته هاديه نقعد فيها. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نقعد عندنا فوق السطح. برضه بتاع السطح؟ فيها ايه؟ هنقعد نشرب شاي ونقول الكلمتين
احنا قاعدين براحتنا يعني. ايه ده؟ طب اركن اركن هنا. اركن فين؟ اركن بس يا عزه تعالى. يلا اصبر، ده فندق خمس نجوم. استني بس يا حنان، احنا نروح السطح احسن، ده هنا تلاقي كوبايه شاي ب 20 ولا 30 جنيه. هوريك حاجه. توريني ايه؟ تعالى ما تخافش. بقول لك ايه؟ انا لاخر مره بقول لك انا معيش غير 20 جنيه في جيبي من اشهر، هنروح كده في داهيه. ما تخافش يا عزه. هم دول اللي معايا كلهم. ما تخافش مش هتدفع مليم، قلت لك. فهمت ليه كوبايه الشاي ب 30 و 40 جنيه؟ صباح الخير. هي الأنسة اللي بتقعد جنبك ما جاتش النهارده برضه؟ ها؟ الأنسة اللي بتقعد هنا حنان منصور؟ أيوة. لا يا دكتور ما جاتش. شكرا. اوراق الليله. ايوه حمدينا ابعتها لي البيت. ايوه البيت. انت بتفهم عربي ولا لا؟ خلاص انتهينا. امسكي يا هلول، حطي دول في الحصاله. خدي بقى ايه الساندوتش ده، كل ما انا عشان احسب تعمل اكل. ماليش نفس. عشان خاطري ماليش نفس يا عرس. بقول لك ايه؟ ها؟ انت لازم تشوف لك شغلانه تانيه عشان عايزين نتجوز بسرعه بقى. خلاص ما بقتش طايقه البيت ده. شغلانه تانية؟ ايه الاوفر ده؟ يعني كلية الصبح وشغل بالليل ومش مكفيكي كمان يا هلا؟ محسن انت عندك وقت بالليل من 4 ل 7 ممكن تشتغل وتستغله. مش انت الراجل؟ الراجل شغلانته ايه في الدنيا غير انه يشقى ويتعب ويصرف؟ حاضر يا ستي. صدقني انا حاسس ان نهايتي هتبقى على ايدك. بس هتكون احلى نهاية ان شاء الله. انا اسفه يا دكتور عشان ما جتش المحاضرة. معلش. ما تزعلش مني. لدرجة انك تغيبي لمدة اسبوع؟ ما انا قلت لحضرتك يا دكتور قبل كده ماما تعبانه قوي. الف سلامه عليها. ويا ستي لو على المحاضرات اللي فاتتك يعني انا ممكن اشرحها لك في اي وقت لوحدك. لوحدي؟ قصدي يعني عشان ماما ما طلعش وتطمني وانت كمان تطمني. سلام يا دكتور. وانا طول واحد في عبقريه دكتور زويل ورجوله وسامه توم كروز اشرح لي لوحدي؟ لا تقبل بشوية معلش. خد يعني عبقرية الدكتور زويل ماشي، إنما وسامة اسمه إيه ده؟ حتى شكلي عادي جدا. حضرتك بس اللي مش حاسس بنفسك. أنت رايح رحلة بكرة؟ هو حضرتك رايح؟ آه. يبقى أكيد هيجي. ميرسي يا دكتور. العفو. مع السلامة. ذاكري كويس ها؟ هتشتري مني كل بضاعة على فكرة. ازيك يا دكتور؟ أنا ازيك؟ أنا جبت لحضرتك كل حاجة جامدة، جبت لحضرتك الأطفال. إيه؟ كنت عنده بعتذر له عشان ما حضرتش المحاضرة اللي فاتت. بس كده ولا كان في حاجة تانية؟ تانية وتالتة كمان. إيه المشكلة؟ ما أنا واخدة بالي إنه معجب بيكي. بس ياك بقى ما يكونش إعجاب متبادل.
ولا يكون؟ اولا ده راجل مليان من خير، ثانيا مش متجوز، ثالثا ليه ما كنتش انا العروسه؟ وعزت يا بنتي لو فوزي وقع عزت موجود. يا بنتي دكتور فوزي ده قد ابوكي، امال اتجوز واحد زي سمو حسن بتاعك ده ومين اللي هيصرف علينا احنا الاثنين ان شاء الله؟ المهم الحب. طب انت عارفه انا بحب محسن ليه؟ عشان مكافح ومتفائل ومؤمن جدا ان احنا حتى لو صدفتنا اي مشاكل هتتحل ان شاء الله وهنتجوز في الاخر. ايه كلام المسلسلات ده؟ بقول لكم ايه، كافحوا انتوا زي ما انتوا عايزين وسيبوني انا اخد واحد جاهز ومخلص كفاح من زمان. اوكي باي. بص انا هاخد ده اوكي وده وده كم بص؟ لا يا دكتور كم ايه بقى؟ خلاص اللي تشوف حضرتك. بص خلص عندي محاضرات. عشان خاطرك يا دكتور 100 جنيه. اوكي بص اما انا جاي عايز شويه شربات ده. اوكي سيب. حلو قوي. كم دي؟ دي عشان خاطرك ب 40,000. 40,000 ايه؟ 40,000 جنيه يا باشا. طب يعني حضرتك انا لو رحت دمياط الاسعار ما تكونش هناك اهدى شويه؟ انا بقول تروح دمياط وتسال بنفسك. سلام. على كده الفلوس اللي معايا دي ما تجيبش مولة السرير حتى. لا ده انا لازم اشد الحزام. بس اشد اكتر من كده اعمل ايه يعني؟ ده مصيبه سودة عشان اخش على امراه تدفع 40,000 جنيه. اوراقك كلها مظبوطه. احنا عندنا ليك كام شغلانه، يا اما في دبي يا اما في الكويت. يا ريت يا فندم. وده هيكلفني كام؟ في الاول هناخد منك 10,000 جنيه بس، وان شاء الله لما تجيلك الشغلانه هناخد 20,000 كمان. يعني 30,000 جنيه بس. بس ايه ده كتير قوي. والله هي دي اسعارنا. وعلى فكره لو حضرتك ما عجبتكش الشغلانه مش هنعرف نرجع لك ال 10,000 جنيه. شكرا قوي، هفكر في الموضوع. هاي بوبي انت فاضي؟ كنت عايزه اتكلم معاك شويه. دلوقتي مشغول، ممكن بالليل؟ 5 دقايق بس مش هاخد من وقتك كتير. يا حبيبتي بقولك مشغول، هكلمك بعدين. اوكي باي، انبسطي في الرحله. بوبي انت لسه ما نزلتيش؟ قلت لك عايزه اتكلم معاك. مش هتاخري كده على الرحله بتاعتك؟ مش مهم الرحله، تتحرق الرحله. مروه في ايه مالك؟ من امتى بنتكلم بالطريقه دي؟ سوري بس لازم اكلمك قبل ما انزل. طيب ابعت الايميل ده ونتكلم. ها كنت عايزه تقولي ايه؟ في ايه يا مرو؟ عاوزه فلوس؟ لا. الموضوع بخصوص ايهاب اخو حنان صاحبتي، لو تقدر تكلم. الو ايوه. يعني ايه الشيك ما وصلش؟ لا 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 كلام فارغ، احنا بنلعب ولا ايه؟ لا 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 انا هتصرف مع الحيوان ده. سوري مروه I have to go. هنتكلم ها بعدين. هنتكلم بعدين. استا محمود نعم يا استا. هات لي مفتاح 10 وهات لي فرقه عشان نظبط التكات ديت. حاضر يا استا. بيت استا انا اتفضل يا استا. هفارم عليك يا محمود. ايهاب ولد يا ابن اللذيذ. ازيك يا سليم؟ ازيك يا ابو؟ وحشني يا ولد. انت كمان. الحاجه عامله ايه؟ اطمنت عليها؟ الحمد لله بس السكر تعبها شويه. يا ابني بطل سماحه بقى وتقعد معاها شويه. يا ريت يا ايهاب، بس اعمل ايه؟ عندي شغل كتير وبسافر كتير. بركه فيك بركه. طبعا يا ابني دي زي امي. انما ايه يا عم الشقلطه دي؟ وايه العربيات الجامده دي؟ يا ابني ارحمني يا ابني، اخر عربيه ولعت. وانت عامل ايه؟ مش عارف فين دلوقتي. لسه في البنزينة. معلش بكره تفرق. اسمع يالا انا لو سمعت عن اي شغلانه هتصل بيك. يا ريت يا سليم بدل المرمطه اللي الواحد فيها. قول لسليم بير بس عادي ظبط لك العربيه وخليها لك 100 100. حاضر يا اسطى. العربيه بقت زي الفل يا تكنو بيه. ده اسمه ابي سليم.
ما انت اللي بلدتني بقى ايام الجامعه. لا تحترمني ياض شويه، احترمني يا ياض. امسك. ايوه يا مرة. في ايه؟ طيب طيب هحاول. انت كويس؟ بقول لك ايه؟ انت وراك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. تعالى عايزك في مشوار. يلا. سلمني على الحب. كلمني نفسك. عارفه يعني ايه تبقي عايشه في بيت 500 متر مع اب مش حاسس بيكي؟ لا مش عارفه، عشان احنا يا اختي عايشين في حق بننام فيه فوق بعض، وابويا ده بقى بشوفه في الرايحه والجايه. انا بتكلم بجد، انا ببقى مخنوقه وانا لوحدي. عمري ما حسيت ان عندي عيله زي بقيه الناس، بس وانا مع اياب وعيلته بحس بامان، بحس اني مش لوحدي. خلاص انا هعمل معاكي ديل جامد قوي. انت تيجي تقعدي عندي شهرين تستمتعي فيهم بالجو الاسري الهادي اللي انا عايشاه، وانا اجي اقعد عندك عشان اعرف اركز واذاكر بقى والنبي. ايه يا ليلى في ايه مالك؟ ابدا بسمع كلامكم، بس اللي يسمع بلاوي الناس تقول عليه بلوته. ازيك يا مرة؟ ازيك يا ايهاب؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا ايهاب. ايه انا ماشيه بقى عشان اشوف محسن، عايزين حاجه؟ لا مش سي. تيجي معايا؟ لا انا هقعد لوحدي. عايز اتكلم معاكي. اوكي. تعبت من الرفض يا مروه، حاسس اني فاشل، ساعات بحس بالذنب ناحيتك اني سمحت لنفسي وحبيتك، وانا عارف ان ابوك عمره ما يوافق عليا. لازم يوافق، ايهاب انت الحاجه الوحيده الصح في حياتي. وانا كمان، انا من غيرك ممكن اموت. اخبار الاكل؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا يعني شايف الرجاله اللي بتشتغل، ما فين بيت البنات؟ مروه جايه حالا يا دكتور. ولادي هيجوا ولا ايه؟ اه طبعا جه، ويقدر يسيبها محدده وما يقدرش يبعد عنها سنه. عايزين اي مساعده مني ولا حاجه؟ لا الف شكر يا دكتور، ربنا يخليك. حنان حنان عندك كدي سم، البصل ده ممكن يخليك تعيطي. لا يا دكتور على فكره ده بصل اخضر ما بيعيطش. انا شايف ان هو ما بيعيطش برضه يا دكتور. حضرتك تقعد في الظل واحنا هنجيب لك اكل. طب بقول لك ايه، انا شايف ان احنا ناخد اكلنا ونطلع من هنا. اوكي يلا يلا. طب انا هقعد هناك بقى. اتفضل يا فندم. اتفضل. علمي السماء. انتي كويسة؟ طب يلا عشان ما يلوش عليكي. ايه مالك في ايه؟ حنان، انت في حاجة بينك وبين الدكتور فوزي؟ أنا؟ حاجة ازاي يعني؟ يعني شايف من نظرات ولمسات ودمه خفيف لا يعني. عزت كله لا ده. أنت بتشك فيا؟ يا حبيبتي انا لو شكيت فيكي هتشوفي الوش تاني غير ده خالص.
احيانا ما بشوفش فيك ولا حاجه حبيبتي، بس هو الراجل ده ببساطه كده بيجنني يا حبيبتي. انا بحبك. اسمعي بس، اي حاجه انت نفسك فيها اجيبها لك والله. عايزه اقول خلول. ابويا كان تاجر كبير، فجأة خسر كل حاجة، مات بحسرته، أمي ما استحملتش ماتت بعديه على طول، سابوني أنا لوحدي أشقى وأتعب عشان أصرف على نفسي وعلى جدتي. عشان كده بتخاف من الفقر؟ أيوة. عارف أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ إيه؟ إنك راجل بتعتمد على نفسك. عارفة أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ إنك بنت جدع ودايماً واقفة جنبي. طب خلاص بقى، خايف من إيه؟ إحنا جنب بعض أهو بنحب بعض. وبعدين أنت مخك كبير أوي، تفهم في مليون حاجة، تقدر تعمل حاجات كتير أوي. حبيبتي أنا عمري ما هخاف طول ما أنت جنبي. مالك يا بابا؟ ايه اللي مسهرك دلوقتي؟ في حاجه؟ مفيش. مفيش ايه وانا مش عارفاك؟ في ايه؟ لازم اتجوز مره. هو ده اللي مسهرك؟ طب ومستعجل على ايه؟ عملت ايه في الشغلانه؟ رفضوا. ولا يهمك، بكره تفرج وتلم لك قرشين، بس استنى شويه على الجواز. ما ينفعش استنى، لازم اتجوزها. هو في ايه؟ يا لهوي ليه كده يا اهاب؟ ليه ده انت عندك اخت؟ انا ما ضحكتش عليها، احنا الاتنين بنحب بعض وكنا عايزين كده. باباها هيوافق؟ مش عارف. ايه يا اهاب؟ خير؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير. في حاجه؟ ويعني لازم بقى في حاجه عشان الواحد يشوف ابوه؟ لا يعني عشان اصلك اول مره تيجي الصبح بدري يعني. كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. ها؟ تعال خش. فطرت؟ شبعان. ما تقول يا ابني وخلصنا. انا كنت عايز حضرتك في موضوع يعني. يوه، وانا عايشك؟ ما قلت لك قول. طب اقول. تقعد انت. حضرتك عارف ان نهايتي صغيرة. فهمت الموضوع باختصار، عايز فلوس. ايوه. روح قول لامك بقى تفك ايدها شوية، انا ببعت لكم كل شهر 500 جنيه. وهم ال 500 جنيه دول بيعملوا حاجة الزمان ده؟ دي هي اللي بعتها بقى. اسكت انت، ده موضوع خاص بيا انا. انا بحب واحدة وعايز اتجوزها في اسرع وقت. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل للشباب اليومين دول. يبقى الواحد فيهم مش لاقي اللضة وراسه والف سيف، لازم يتجوز وبعد كده ياخد مراته ويدور يشحت بيها. هو اللي يطلب مساعده ابوه يبقى بيشحت؟ امال انت عايز ايه؟ عايز سلفه، عايزك تساعدني زي ما اي اب بيساعد ابنه. انا ابويا ما ساعدنيش، انا عملت نفسي بنفسي، اشتغلت وتعبت وعرقت. اعمل لكم شاي. شاي ايه بقى؟ هو ماشي خلاص. انا نازله بقى يا ماما، عايزه حاجه؟ لا يا حبيبتي، مع السلامه. الله يسلمك، باي باي. تتاخريش بعد الكليه، تعالي على طول، عندنا ضيوف. ضيوف مين دول؟ عريس. عريس؟ عريس غني قوي من بلدنا، من الاعيان، سمع عنك وعن اخلاقك وجاي عشان يخطبك. هو محسن؟ الواد التلميذ ده لا يعرف يساعدك ولا هيقدر يتجوزك من اصله. ده انت حقتك تزغرتي في عيبك. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ حرام عليكم، محسن خطيبي. انتوا مش عارفين احنا بنحب بعض قد ايه؟ يا لا، ابوك عايز مصلحتك. مصلحتي ايه؟ انا مصلحتي مع محسن ومش مع حد غيره، ومش هتجوز حد غيره، واللي عايزين تعملوه اعملوه براحتكم. قلت لك يا سيد، البنت مش هتوافق، العيال بيحبوا بعض. والنبي تتنيلي انت كمان، بلا حب بلا نيله.
صباح شربات على هلول حبيبتي. ازيك يا قمر؟ زي الزفت. ايه يا مالك فيه؟ جابوا لي عريس من الاعياد. نعم يا اختي؟ جابوا لك ايه؟ معرفش بقى، اروح اتكلم معاهم. عريس ايه؟ يعني ايه عريس؟ مش فاهم. امال انا ايه ان شاء الله؟ روح اتكلم معاهم بقى. يا محسن رايح فين؟ لا اتكلم معاهم واشوف ايه موضوع العريس. عيان ايه يا هاله؟ ابوك ده وش عيان؟ وديني لا اطلع ازق. بقول لك ايه، ابويا برضه يوم يجيب لك عريس عليا يا هاله؟ ما انا رفضته، مش هقابل حد. تقابلي حد؟ ليه؟ هو كان جاي لكم ان شاء الله. الراجل شوكي فين؟ تعرفين منين قولي لي؟ ما اعرفوش، ده من البلد وعليه سمع عني. اسمع يا هاله، لو هالك عايزين يجوزوك الراجل ده روح اتجوزيه. يلا كده برضه؟ الله يسامحك الله يسامحك. يا هاله يا هاله اسمعي اسمعي يا مجنونه. هنعمل ايه؟ لازم اقابل باباكي. لو رفض يبقى نعمل اللي احنا عايزينه. انا مش صغير ولا انتي صغيرة، دي حياتنا. عزت فوزي، عزت فوزي، الو الو دكتور فوزي. ايوه انا حنين. هو انت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ ظروف، شغل كتير والتزامات، السنين عدت وما حسيتش بيها. ولا ما لقيتش اللي تخطف؟ حنان مش ممكن، انت شقية خالص. جايز ده اللي جذبني ليكي لما شفتك أول مرة. فكرتيني بالبنت الوحيدة اللي حبيتها. شعرك، ضحكتك، عينيكي، يا ربي كلها انتي. متجوزتهاش ليه؟ اهلها يا ستي غصبوها تتجوز واحد تاني، واحد جاهز جوزها وسافرت معاه. لما شفتك حسيت كده انها رجعت لي تاني. تسكي ممكن تردي، مفيش مشكلة، خد راحتك. الو انت فين يا حنان؟ انا مستنيك بقالي اكتر من ساعه. انت مش معادنا واحده الساعه 2 الوقت. انا مش هقدر اجي، اصل انا بتغدى مع واحده صاحبتي. نعم؟ طب اتصلي قولي انا مش جايه، سايباني ملطوعه اكتر من ساعه في الشارع. انا مش هقدر اتكلم كتير، اصلها كانت بتحكي لي عن موضوع شخصي. هتكلم اول ما اخلص. اوكي بس عايز اشوفك ضروري عشان وحشتيني، وكمان عشان عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ موضوع دمياط، احنا ورانا غيره. طيب بعدين. طيب سلام سلام. باي. بحب بنت مجنونه. دي ماما، اصلها كانت مستنياني على الغدا. ماشي. لا اوكي مفيش مشكله، بس طبعا ما قدرتش اقولها ان انا معاك. طبعا مفهوم طبعا. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انت حلوه قوي. الدور الرابع شقه 9. عارف جيت هنا قبل كده؟ انا هلف لفه يمكن ساعه ونص كده وارجع لك، مش هتاخر عليك. اتحكي كده وخلي وشك بشوش، انت مش جاي تعزي. حاضر. لا ابدا، دي حاجه بسيطه ممكن اعملها لك، بس راجع القرض في ميعاده لان اسمي هيكون على خطاب الضمان وهو كذلك. طيب مع السلامة. مع السلامة. أنا اسمي إيهاب منصور. إيهاب منصور؟ أنا أبقى أخو حنان زميلة مروة بنت حضرتك. حنان؟ مروة قالت لي. أيوه. أنا جاي أطلب من حضرتك إيد الأنسة مروة. ويا ترى حضرتك بتعمل إيه؟ بتشتغل إيه؟ أنا خريج كلية هندسة بتقدير جيد جدا، وحاليا بشتغل في محطة بنزين. محطة بنزين؟ حضرتك عارف أزمة الشباب، مفيش شغل.
مفهوم. ولو انه صغير سخيف بس ماهيتك كام؟ 200 جنيه. تعرف مروه مصاريفها قد ايه في الشهر؟ اكيد كتير يا فندم. بس انا عندي امل ان انا اسافر اشتغل بره واكون نفسي. ارجوك توافق ولو حتى على خطوبه في الوقت الحالي. شوف يا استاذ ايهاب، الجواز عاوز فلوس، فلوس كتير، عفش وشقه ومصاريف، وانا ما اقبلش وما اظنش انك انت برضه تقبل اني اصرف على جوز بنتي، وده اللي هيحصل لاني مش هسيبها تتبهدل. لو كانت مروه بنتك كنت هتوافق تجوزها لواحد في ظروفك دي؟ انا برجوك توافق، احنا بنحب بعض، ادينا فرصتنا وصدقني مش هتندم. باباكي رفض يا مرو، رفض وعنده حق. لا ما عندوش حق يفرق بينا ومش هيفرق بينا. انا اسف يا مرو، كنتش المفروض نعمل كده. ايه اللي انت بتقوله ده يا ايهاب؟ انا اسف ايهاب. ايهاب ماشي خلاص خلاص، انا هجيلك على الكلام. لا والله ماشي. طيب هكلمك تاني. اوكي مالك يا في ايه؟ زي الزفت. ليه اللي حصل؟ انا بتسيبني يا سليم، انا مش طايق نفسي. اسيبك ازاي يا ابني وانت كده؟ ما تتكلم مالك في ايه؟ رحت اطلب مروه من ابوها رفض. طب بقول لك ايه؟ تعالى معايا ما تنامش وانت كده. هنروح على فين؟ كلاب اللي انا بشتغل فيه. جو حلو. تعالى يا ما تنحش يا. يلا اركب. تحبيها بيضة؟ انت اتهبلتي؟ ايه الواد اللي انت بعتيهولي ده؟ ايه خلاص؟ مفيش عندك اي نوع من التمييز؟ ما انا حاولت اقولك مليون مرة وانت عمرك ما سمعتني. ما تغيريش الموضوع، انا بقولك اهو، مش عايزك تشوفي الولد اللي اسمه ايهاب ده بعد كده، ومفيش مذاكرة عند حنان. ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش اسيب ايهاب، احنا بنحب بعض. وعشان بتحبوا بعض تربطي حياتك ومستقبلك مع واحد زي ده. ده مش حب، ده كلام فارغ. شوفي يا مروة، بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة، أنا مش عايز أسمع سيرة الولد ده بعد كده. خلاص، انتهى الموضوع. And pass the bud, and straight low key, big shit, cause you lost all your homies' blood. Now call it what you want to, you fucked with me, now it's a must that I fuck with you. Yeah, that's the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounded. Put down the candy and yalla! Ayy, Raya. Wait, but you don't see that it's a little bit. No, it's a new game. Game has lead. نايف خليه بقى يعرفوا علينا. سليم ازاي؟ مين ده؟ واحد صاحبي. ليه؟ تعال عرفني عليه. بقولك ايه، ده غلبان فكك منه. انت مالك اليومين دول؟ بقولك تعال عرفني عليه. صاحبي ما يا صاحبة المحل. هاي يا اهاب. ايه ده انت بتشرب بيرة؟ ينفعش. مات هات الإزازة بتاعتي. اسمح لعب. سليم روح انت، الأغنية هتخلص. اتأخرت كده ليه؟ اصل سلامته كان مبلبح حبايه. يعني اتبسطتي؟ خد بسط.
مش هتاكلي؟ اكلت في الفندق. قبضوكي؟ اه. طب خلي حبه معاكي. مش عايزه. طيب هو احنا رايحين فين؟ عند مايا. مش عزمتك قبل ما نمشي؟ عزمتني؟ انا مش فاكر. انا ممكن اروحك. لا لو تعبان يعني. انا مش فاكر قوي يا سليم انك خرجتني. انت صاحب كويس. بس اخر رحله كانت تجنن. لازم هنعملها تاني. تشيرز. كنت هزعل منك قوي لو ما جيتش. ميرسي يا سليم. تعالى بقى اعرفك على شخصيه مهمه جدا. اعرفك بقى بإيهاب صاحب سليم. ازيك يا إيهاب؟ اهلا وسهلا. رمزي شريكي. تشرب ويسكي برضو؟ مرة واحدة كده؟ أخدت على كده بقى. طب المرة دي أكتر؟ والأستاذ إيهاب بقى اشتغل إيه؟ حاليا أنا موظف في بنزينة، يعني لحد ما ألاقي شغل. معقول؟ واحد زيك بيشتغل عامل في بنزينة؟ وكمان بيدور على شغل؟ دول أصحاب الشغل هم اللي يدوروا عليه. أه. يلا. اشرب ده وبعدين. فين يا حنان؟ بكلمه على الموبايل ما بيردش. مش عارفه يا مروه، هو لسه ما رجعش. هو في ايه؟ هقول لك بعدين، بس اول ما يجي يكلمني. مش هنام لحد ما يكلمني. طيب اوكي هقول له. طيب. تعبان شويه. انت دماغك خفيفه قوي. ما تيجي ترتاح جوه شويه. ايه رايك؟ هايلة. Thank you.
ايوه سليم، هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش فاكر حاجه. وانا روحت ازاي؟ انا اللي روحتك. مفيش حاجه حصلت، كنت سكران بس. في حاجه حصلت يا سليم. انا فاكر اني يا اخي بقولك مفيش، انت كنت سكران. اوكي اشوفك بعدين. تاكل يا وحش، كل يا حبيبي ما تتكسفش. ولا ابوكي ده اللي قاعد مكتوم طول القعده؟ مش كفايه اللي كان عايز يعمله؟ طب ايه يا محسن، انت هتفضحنا قدام السواق ولا ايه؟ على جنب هنا يا اسطى والنبي، على جنب هنا. يا حاضر هنا. حاضر يا بيه، بس اعرف اركن. حاضر، ثواني ثواني. الباب ده ما بيفتحش ولا ايه؟ استنى يا ساعة البيع هفتح لك اهو. وايه الموضوع بالظبط؟ انت كنت حابسنا ولا ايه؟ لا يا بيه، اصل الاكره مكسوره والاكره الايطالي وصلت 100 جنيه دلوقتي. دي 100 جنيه؟ ليه يعني؟ ويا ريت لقينا يا سعادة البيع. طب استنى، ادي 120 جنيه والاكره دي لازمها. بس انا محتاجها برضه يا سعادة البيع. كمان 10 جنيه اهي. ها؟ اتكل على الله. شكرا يا سعادة البيت. حتة البتاعة دي ب 130 جنيه، ليه إن شاء الله هتعمل بيها إيه دي؟ هعمل بيها إيه؟ هفهمك بعدين، تعالي. مالك يا ريان؟ شكلك تعبان. هو أصلا أنا مش كويس اليومين دول. ولا أنا. ولا أنت. طب ما تاخدي إجازة من شغلك في الفندق لحد ما الامتحانات تخلص. ما ينفعش، محتاجة فلوس، إخواتي مصاريفهم كتير قوي. إزيكم؟ إزيك يا هيب؟ إزيك أنت؟ عايز اتكلم معاكي. مش هينفع نستنى اكتر من كده، لازم نتجوز يا مرام. طب وبابا؟ احنا عملنا اللي علينا وحاولنا ناخد موافقته، هو اللي مرضيش. انا من غيرك هضيع يا مرام. يا اخي انا مش موافق على اللي بيحصل ده، المفروض يتجوزوا رسمي. ايه بقى رسمي ده، جواز العرف والقرف ده؟ انا حاولت اقنعهم وهم دماغهم كده. انت كمان الاستاذ عايز اديها الورقتين عشان تحس انها حره. حره؟ وهي وافقت على الكلام ده؟ وافقت. بقول لك ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه وامضي لي هنا. ايهاب، مروه، اتفضلوا يا فندم. مبروك يا ريس. لما يمضوا لازم تعرف ان الاعلان جزء مهم من اركان الجواز العرفي. يعني لو حد سألني مش هداري. مش هداري، والنبي من غير ما حد يسأله. هيسيح لكم، هيسيح لكم، اطمنوا. مبروك يا عروسة. خلي بالك من الورقة دي. قومي، عايزك نجيب الشربات. قوم قوم قوم. مبروك يا بابا. مبروك يا مارو. بتاعتي ليه بس يا مرة؟ كان نفسي ماما تكون موجودة في يوم زي ده. كان نفسي ألبس فستان الفرح وهي اللي تلبسه لي. مش خاطر، ما تزعليش، احنا لسه بنبتدي حياتنا. ها؟ توحشيني. أكلمك أول ما أوصل. مساء الخير. بابا، في واحدة اسمها مايا كلمتك كذا مرة. لو اتصلت تاني قولي لها مش موجود في أي وقت.
مين مايا دي؟ واحدة كده صاحبة سليم. ايه؟ انت كويس؟ ما كفاية بقى، ما تسيبيه في حاله. انت محموق كده ليه؟ هو ده اول واحد؟ بس ده صاحبي، وقلتلك انه ملوش في الجو ده. اهو بقى ليه؟ وبعدين انت مقفرها ليه؟ ده شغل، وده اللي بيصرف عليا وعليك. ولو ما روحتش تجيبه انا هروح له وهقول له صاحبه الانتين بيعمل ايه. انت كويسه؟ في ايه بسالك؟ انت كويسه؟ اصل عمرك ما سالتني السؤال ده يا بابا. مش واخد بالك. انا كويسه. وازاي صاحبتك حنان؟ بتشوفيها؟ اكيد مش معايا في الكليه. واخوها ايهاب بتشوفيه؟ لا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انا سمعت استاذ عنابل انت السيطره هنا كلها. تحت امرك. بقولك يا اسطى، تعرف تخلط لي اكره زي دي؟ بس دي هتاخد شغل جامد قوي يا اسطى. البركه فيك، انت الكل في الكل هنا. ماشي. اصل حسين جاي. اصل حسين جاي. امر يا اسطى، تعرف تخلط لي واحده زي دي؟ صراحه هو صعب، بس حاول يا اسطى. يلا توكل على الله. امرك يا اسطى. و طلع النبي كده، هتكلفني الحته بكام؟ 90 جنيه. 90 جنيه يا حاج؟ تتباع في السوق 100 جنيه. يعني انت لاقيها اصلا في السوق؟ بقول لك يا حاج، من الاخر كده 100 حته والحته 50 جنيه. قلت ايه؟ استبينا. قول مبروك. بقول لك يا عم، الست دي شكلها مش مظبوط، وانا ماليش في الجو بتاعكم ده. وبعدين انا خلاص اتجوزت. اتجوزت؟ مروه؟ معلش، اصل الموضوع جه فجأة كده. انت عايزاني في ايه دي؟ شغل. شغل؟ بجد والنبي؟ هتشغلني ايه؟ مش عارف. قابلها. لو ما عجبكش الشغل برفض. اوعى تكون عايزة تشغلني دي جي زيك. ده طول يا ازيك يا ترى؟ قاعدة في الهلومة دي لوحدها؟ قاعدة في الهلومة دي لوحدها. اهلا اهلا. ازيك يا ايهاب؟ ازي حضرتك؟ بقى عشان اشوفك لازم اصطص مع سليم. لا ازاي؟ بس الفترة اللي فاتت دي كنت مشغول شوية. كنت فاكراك بتهرب مني. معقول؟ ده انا كنت لسه بقول لسليم انا بعز حضرتك قد ايه. مش كده يا سليم؟ صح. لسه قايل لي كده دلوقتي. طيب اتفضل. ثانية واحدة. خد يا قلبي. دول 10,000 جنيه. مبلغ تحت الحساب. حساب ايه؟ انا مش فاهم حاجة. شو؟ جابولك رمز. ودول تحل بيهم كل مشاكل. وهتبقى تقسطهم من مرتبك. لحد ما يحضر لك العقد بعد يومين ثلاثة. مش تقولي له هشتغل ايه الاول؟ طب مش انت تجيب حاجة لإيهاب يشربها الاول؟ هنا يعني ممكن اعرف اشتغل ايه؟ هتشتغل مع رمزي طبعا، ده رجل اعمال كبير وعنده 100 شغلانة وشغلانة، وكلها يومين ثلاثة ويرجع من السفر. ممكن بقى تنزلي هنا؟ الحقيقة ده كتير قوي، انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. انت تستاهل اكتر من كده يا ايهاب. معلش بقى هلو. ايه يعني لما مد ايدي على الحصاله؟ انا حاسس ان شاء الله المشروع ده هيبقى فاتح خير علينا. لولا اني عارفه انك شاطر ما كنتش اديتهم لك ابدا. يا بنتي انا حاسس ان هو ده اللي هيعمل لنا النقله الكبيره اللي بنحلم بيها. ماشي يا حبيبي. سلام. انت رايح فين بقى؟ مش تفهمني؟ مفاجاه. هو النهارده يوم المفاجات؟ خرجت من الجامعه لقيتك في وشي مفاجاه. خطفت مني المفاتيح واصريت اسوق عشان انت اللي عارف السكه مفاجاه. ودلوقتي مش عايز تقولي رايحين فين عشان تبقى مفاجأة. هو في ايه بقى؟ مش قلتلك مفاجأة؟ رايحين فين يا ايهاب؟ شقتنا. شقتنا؟ هي دي مفاجأة. انا مجنون. ايه رأيك؟ تعالي اوريكي اوضه النوم.
الاول شقتنا ازاي؟ تعالي افهمك. ما اشتغلت وقبضت عربون رحت مأجر الشقه ودفعت شهرين مقدم. خبر زي ده مش مفروض تقوله لي اول ما تشوفني؟ المهم اني قبضت واجرت الشقه وبقينا لوحدنا. حنان عزك ازيك وحشتيني. انت فين؟ انا كنت في المحاضره. انا النهارده جاي عازمك على الغدا عند ابو سيد الدمياطي، وبالمناسبه دي نتكلم على العفش. بس انا مستعجله قوي عزك، ورايا مذاكره قد كده. بص انا هاكل في البيت وبعدين اقعد اذاكر شويه ونبقى نتكلم. انت قصدك تقول يعني اللي انا معطلك على المذاكره ولا ايه؟ ما قلتش كده يا حبيبي. طب على العموم جاي اقول لك ان انا ربنا كرمني وحوشت قرشين حلوين نعرف نجيب الدبلتين والمحبس. قصدك ايه؟ قصدي انا عايز ميعاد مع الست الوالده ومع ايهاب عشان البس الدبلتين ونقرا الفاتحه والموضوع يبقى رسمي. انت مستعجل قوي. مستعجل؟ بحب. بص خلينا نتفق على حاجه، اوكي؟ احنا ناجل كلام في الموضوع ده خالص لغايه ما الامتحانات تخلص. عشان لازم نركز، انت ما ينفعش تسقط السنه دي. لا ان شاء الله مفيش صوت ولا حاجه، ان شاء الله هنطلع من الاوائل. اصلك لو سقطت السنه دي هتبقى نكته، هتبقى رسمي اكبر واحد في الكليه. شفت الساعه بقت كام؟ اخرتني، اخرت قوي. هروح واكلمك بالليل، اوكي؟ باي. ايه؟ الحمد لله كويسه. هنروح فين؟ اي مكان انت عايزه. صباح الفل. صباح الفل، اتفضل. محل تحت امرك. انا دخت في السوق عشان الاقي الاخرى، مش لاقي منها خالص. ملقاش عندك؟ لا والله دي مفيش منها، لا قديم في الوكاله ولا جديد في السوق. ها؟ لا يا راجل. واللي جيب لك منها؟ هي شكلها جديد. عندك منها؟ عايز كام؟ ده انت جاهز بقى. اؤمر. هناخد في الاول 20 حته، وبعد كام يوم عدى عليا اقول لك ايه الحاله. انت مش تقول لي بس هتاخد مني الواحده بكام؟ 60 جنيه. انت لسه بتقول مش موجوده في السوق. ب 80 جنيه وهتاخد مني 100 حته. قلت ايه؟ متفقين. مين يا ماما اللي مد ايده على فلوسي تاني؟ ساكته ما بترديش ليا يا ماما. معلش يا هاله. اصل ابوك يتزن تاني؟ تاني يا بابا؟ حرام عليك، انت عارف ان دي فلوس محسن اللي محوشها معايا. حرام عليك بقى. هعمل لك ايه يعني؟ ما انت عارفه كبير وغطاء. لا كبير ده بقى لازم يشوف له غطاء غيري. انا زهقت خلاص. وبعدين انتوا اللي عارفين تجوزوني ولا سايبيني اجوز نفسي؟ حرام عليكم. ما احنا جبنا لك عريس مريش كان هيشيل عنك وعنا الفقر. معلش يا هاله، ده انا حاسباهم بالمليم يا حبيبتي، ده انا حتى كاتباهم، وان شاء الله قريب قوي ابوك يقدر يرجعهم لك. هيرجعهم لي منين ان شاء الله؟ هيزودوا له مرتب ولا ايه؟ ربنا يسمع مني. يا ربنا انتوا عيلة تجيبوا ورق. ايه رايك ده؟ وحش؟ لا. شوف كده؟ انت عارف انت عارف. ده؟ اه. اوكي. اخده؟ اه اوكي. حتى شويه ما تبقاش بخيل. حك بقى. الحلقه عندكم بكام؟ 50 جنيه. طب حط شامبو كمان. دي ولا دي؟ كويس اه. دي. دي كمان. السلام اطلعي تاني. هاي فتاه سيدنا كمان. ايوه. عميق. هاخد دي.
اصلا انا شفت الفيلم ده قبل كده. بطل الكذب وقولي مين اللي جايب لك الحاجات دي. دكتور فوزي عايز يتجوزني وانا موافقه. ارتحتي؟ لو عايز يتجوزك يجي قابلني ولا قابل اخوكي. لسه بنتعرف على بعض. وعزت اللي بيحب كرامه ايه ده شريكي. شاريني؟ شاريني بكام؟ انا مش عايزه اتعذب في حياتي زيك. فوزي راجل جاهز وعزت ما عنديش استعداد على جنب وسيني على ما يجهل. طلع على ابوكي ما يملاش عينك الا تراب. اسمعي الحاجات دي ترجع له ولو عايزك صحيح يجي قابلني ولا قابل اخوكي. مش يمكن بيضحك عليكي؟ انا ما حدش يعرف يضحك عليا. وبعدين هو فين اخويا ده؟ ما هو عايش وشاف حياته خلاص. على فكره اتجوز مروه عرفي. هو ما قالكيش؟ انا نازله. ما تاخريش. ها بابا انت عارف اني بروح اذاكر عند اصحابي. طب ما تخليهم يجوا هنا يسافروا معاكي. معلش لو اتاخر هكلمك. طيب عايزه فلوس؟ لا باي. اه عايزه 200 جنيه. مروه طبخنا ايه النهارده؟ مفاجأة هتاكل صعبة وكرة. اسمها ايه بقى المفاجأة؟ اسمها فاهيتا. فاهيتا؟ بهون عليكي تعملي فيها كده برضو؟ ايه العك اللي انت بتعمله ده؟ حلو قوي. عارف؟ مامي كانت بتقول الست عمرها ما تحس انها متجوزة الا لما جوزها ياكل من ايدها. بجد؟ كانت بتقول ايه كمان؟ محضر السفرة الاكل هيتحرق. الو ازيك يا ايهاب؟ انا رمزي. ايوه يا استاذ رمزي الحمد لله على السلامه. انا عايز اشوفك النهارده الساعه 8. النهارده الساعه 8؟ تمام هستناك. تحت امرك. سلام. اسمع يا ايهاب انت كنت عايز تعرف ايه الشغلانه اللي هتشتغلها معايا؟ اه طبعا يا ريت. عارف الافلام اللي بيسموها ثقافيه؟ مالها؟ هي دي اللي احنا هنشتغلها سوا انا وانت. مش فاكر. انا هفهمك يعني انتوا الاثنين هتناموا سوا وانا هصوركم ببيعها بره عليها طلب كبير قوي. ايه؟ في كل مره هديك قد اللي انت خدته. الشغل ده بينزل على الانترنت بس مشفر يعني محدش هنا هيشوفه خالص. انتوا اكيد اتجننتوا وما لقيتوش غيري. انا استحاله اعمل كده. ما انت عملت خلاص وصورناك. تحب تشوف ولا تتكسف؟ ليه بتقول كده؟ ليه ما تقولش ان ده بيساعد الناس ويعلمهم علشان يقدروا يحبوا بعض اكتر؟ اكيد اتفرجت على افلام زي دي قبل كده. عمرك فكرت انها جريمه؟ شوف يا اهل باختصار يا حبيبي هم 3 4 شهور ومش هسيبك الا لما يبقى عندك شقه تمليك وعربيه وفلوس في البنك. انا هوديكم في داهيه هبلغ البوليس. وهتقول لهم ايه؟ غصبنا عليك تنام معاها بالعافيه؟ انا قلت لك هم شهرين وتبقى عايش ملك ويبقى معاك فلوس كتير. مش عايز فلوسكم الوسخه دي. انا هرجع لكم ال 10000 جنيه اللي خدتهم. قصدك ال 100000 جنيه؟ انت ماضي على وصل امانك ب 100000 جنيه. ايه؟ قصدك مضيت وانت مش داري. كنت ملهوف على الفلوس. فكر كويس يا ايهاب. دي فرصه كبيره. ولو مش عاوز اديني يا سيدي ال 100000 جنيه واديك الشريط بإيديا. انت ازاي تعمل فيا كده؟ وانا قلت لك تروح تنام معاه. عايز تقنعني ما كنتش تعرف القرف اللي هما بيعملوه. اعرف منين؟ انا شغال عندها دي جي. انا مش مصدقك يا سليم. ازاي تعمل في صاحبك كده؟ انا لازم ابلغ البوليس. ايهاب ايهاب اوعى يا ايهاب. الناس دي مش سهله. لو بلغت البوليس هيأذوك صدقني. يعني عايزني اشتغل معاكم في الدعاره؟ مش احسن من عامل في بنزينه؟ يا خسارة يا سليم. ما كنتش أعرف إنك بقيت قذر كده. إزاي تتجوز من غير ما تقولي؟ وكمان عرفي؟ تذبح عشان كده بأختك؟ حرام؟ يا ابني حرام! واللي بيحصل فينا ده مش حرام. الشباب اللي متأمن في الشوارع لا عارف يشتغل ولا يتجوز ولا يعيش رجولته. ما
مش حرام؟ ما فكرتش في ابوها؟ ما فكرتش فيا؟ ابوها ما وافقش، ولو كنت قلت لك ما كنتش هتوافق. وبعدين ايه الفرق؟ مش الجواز شهر؟ ادي الناس كلها عارفه. انا كنت عايزه افرح بيك بس بقول لك ايه، اول ما ربنا يفرجها عليك تتجوزها رسمي، واعمل لكم فرح كبير خالص. اضحك بقى، مش خلاص ولا في حاجه تانية؟ ايه ده عزك؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش في ميعاد عشان اوصلك الجامعه؟ حق عليا اللي عايز ارحمك من زحمه المواصلات. ما قلتليش، ايه رايك؟ حلو اللبس ده؟ حلو قوي، بس انا مستعجله. ايه رايحه فين يا حنة؟ عندي مشوار كده. لا مشوار ايه؟ ده انا عازمك على فنجان قهوه من 30 جنيه في الاوتيل اياه. معلش يا عزت، خليها مره ثانيه. مالك انت؟ حاسه ان انت متغيره؟ ولا متغيره ولا حاجه، عادي يا عزت، بقول لك عندي مشوار مهم، عادي. باي باي، هبقى اكلمك. ازيك؟ اتأخرت عليك؟ لا شكرا، مفيش مشكلة. معلش. كده برضه حلال؟ تعملي فيه انا كده؟ ده انا بحب. انت برضو معاك حق، انا اللي طلعت من توبي. عايز ادخل في سوق عاد زي النسوان. خضتني. جبت فلوس يا قمر؟ محسن، بابا خد من الفلوس اللي احنا محوشينها. يا نهار ابوك اسود، انت بتتكلمي جد؟ بس بقى، بس ما تعليش صوتك، بلاش فضايح. فضايح؟ انت ايه شوط فضايح؟ مالك دول ايه؟ ما بيحسوش؟ مش عاملين لي اي حساب؟ مره يجيبوا لك عريس عليا، مره ياخدوا الفلوس بتاعتي. يعني انا شقطه بيطلع عين امي، في الاخر هم يلطشوا الفلوس؟ اديها لك دول شويه حراميه. بس بقى عيب كده، كفايه بقى، حرام عليك، انا لا منك ولا منهم. خليها فيك، ينفعوكي، انا تعبت. في ايه يا بنت مالك؟ في ايه؟ انا خلاص موافقه على عيسى اللي انت جبتوني. طب ومحسن؟ مش ده اللي انتوا كنتوا عايزينه؟ وهو حصل. ربنا يكملك بالعقل يا بنتي. مالك يا ايهاب؟ ايه اللي مضايقك؟ مخنوق شويه. في حاجه؟ عايز اشم شوية هوا. حسام تعالش في الباشا. ايهاب انا عايزك. عايز مني ايه تاني؟ ما تسيبني في حالي بقى. عايز اتكلم معاك يا ايهاب. انا بقى مش عايز اتكلم معاك. يلا اصحاب، يلا كلنا اصحاب. تعالى معايا دلوقتي. انت من سكه وانا من سكه يا سيف. كده يا ايهاب، تعالى معايا. امشي من هنا بقى. ايه يا باشمهندس؟ تفضل.
كلمتين وماشي. حضرتك ما تعرفش الموضوع اللي بيني وبين حنان؟ لا. موضوع ايه؟ المفروض انا وهي نتجوز. لا ما اعرفش. ليه يا دكتور؟ هي ما قالتلكش وهي معاك في العربية؟ انت عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ انا وحنان بنحب بعض من 4 سنين ومتفقين على الجواز. تفتكر يا دكتور هي بتحبك انت؟ لا ما بيحبنيش. كانش وافق انها تتجوزني. ما كانش ركبت معانا العربية. مش انت شفتنا؟ شفتكم. انا اسف للازعاج. ومبروك. عزت انت كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت ببارك للعريس. عزت اوعى تكون ضربته. احنا هيزيدنا شرف والله العظيم. اوعدك اني اسعدها. الله يخليك. الله يخليك. لا نشرب الشربات ده. اتفضل. مبروك يا مدام. الله يبارك فيك. تغلبها بالمال وتغلبك بالعيال. اتزغرات يا وليه. سلم على عريسك. مش هسلم على حد. بس حبيبتي ايه بالراجل في بيتنا بيقول علينا ايه؟ انا اتفقت معاه ان كتب الكتاب والدخله بعد ما تخلصي على طول. شوف الراجل ذوق ازاي. ده انا جزء من المهر. ما هو عارف ظروفنا. قصدك العربون. اخفى عليك يا هلا ما تقوليش كده. وما اغسلش وخروجي سلم عليه وبعدين يبقى يحلها الف حلال. ماشي انا هقوم اسلم عليه. بس الفلوس بقى اللي خدتها من محسن ترجع له. دي امانه بقى ولازم ترجع لاصحابها ولا ايه؟ طيب يلا يلا. هلا. انا اسف. كان غصب عني والله. ما قدرتش استحمل. هلا انت عارفه انا بحبك قد ايه. عشان خاطر ما تزعليش مني. وبعدين فلوس هي فلوس. عارفه مفيش فرق بيني. الحق يا وحش. ده ترفعتي كلها. يا عم سيب الحاجه. يا عم سيب الحاجه. يا باشا بس يلا بس يلا بس يلا يا باشا حرام عليك. يا باشا ليه يا باشا حرام عليك. الحاجه دي حرام عليك يعني. والله يا باشا حرام عليك. ده فاتحه بيتي. دي فاتحه بيتي الحاجه دي. يا عم حرام عليك والله. دي فاتحه بيتي. وحشتيني يا هلا. سلامتك. نفسك متبقاش تقلع عادي. لسه غدة واقف مستنيك بره عشان اوديك الفندق. قولي مش هقدر اخرج النهارده. تعبانه. طيب
خير يا حاجه؟ ايه مالها؟ تعبانه شويه. طب استاذنك في شويه شاي لغايه ما ابص عليك. عينيا يا اخويا. خير؟ بيقولوا تعبانه، في ايه؟ يا رأيي يا بت، ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ ده الموسم بدأ وعندنا شغل كتير. خلاص بقى كفايه، حرام عليك، ما بقتش قادره، تعبانه وقرفت من نفسي. خلاص بقى حرام عليك، كفايه بقى، كفايه. نعم يا روح امك، انت فاكره نفسك شغاله في الحكومه يا بت تبلطجي زي ما انت عايزه؟ لا، فوقي، ده الولايه كنت ضعتي وجعتي انت والمحاريس اللي بره دي وامك. اسمعيني كويس قوي، وشرف الغالي عندي اعمل لك فضيحه بكلامي في الحته وفي الجامعه، واقول لهم بقى بتصرفي منين وجبت اللبس ده منين. فهميني كويس، والا هسيح لك سياح ما حصلش. مستنيك بكره الساعه 12، ابقي ما تجيش. ابوك اسود، صورته وانت نايم مع واحده ست، وهينزلوا الشريط بره على النت كمان، يعني فضيحه بجلاجل. استغفر الله العظيم يا ابني، في حد يعمل كده؟ انت وديت نفسك في ده يا ايهاب. تفتكر ابلغ البوليس كده؟ يبقى فضحت نفسك اكبر فضيحه في حياتك. صورك هتملى كل الجرايد، ومراتك هتسيبك، ده غير ان عيلتك كلها هتتجرس. طب ايه الحل؟ انت تعرف البيت ده فين؟ اه خلاص، احنا نروح برابطه المعلم نطحنهم ونجيب الورق والشريط ونرجع. يا اخي بقى بطل بقى شغل الفتوانه بتاعك ده، انت محامي انت؟ اسمع يا هاب، احنا نلم ال 10,000 جنيه دي وتروح للست وتحاول باي طريقه تجيب منها الشريط والورقه، فاهم؟ وانا معايا 4,000 وانا هدبر لك الباقي، ما تقلقش. كويس؟
أنا آسف يا حنان، مش هقدر أساعدك. أنا ما ينفعش أتجوز كده، هظلمك معايا. أنت لسه صغيرة، محتاجة راجل تعيشي معاه، يعني حياة طبيعية. على فكرة عزت ولد كويس، بيحبك بيحبك أوي، هو هيقدر يساعدك. ايوه 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 اللي جابك؟ انا اسفه، انا عارفه اني غلطت وعايزك تسامحني. ايه يا عروسه، الجوازه باظت؟ جاي للستيب؟ لا يا عز، بس انا لسه بحبك، انا عارفه اني حسبتها غلط، بس انا مش لاقي حد غيرك. عزت انا بحبك. بس البلد بس استاذنك بس يا استاذ، استناني ربع ساعه. ربع ساعه دي لا مؤاخذه يعني، على حساب مين؟ على حسابي برضه. خلاص اذا كان كده خد راحتك. شاف عفريت، وايه الدم اللي على ايدك ده؟ مفيش مفيش، بقولك اطلع بسرعه بسرعه. على فين؟ فهمني انت عملت ايه جوه؟ ما عملتش حاجه. بقولك اطلع يا ابني، فهمني عملت ايه جوه؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ ها فهمني يا بوليس، يا بوليس. البوليس قبض على المتهم، هو تقريبا سنه 25 سنة. رحلة سعيدة. واحد صاحب اسمه سليم تفني كان بيشتغل عندها دي جي، هو اللي عرفنا عليها. طب ورحت لها امبارح ليه؟ كنت مستلف منها 10,000 جنيه وكاتب على نفسي وصلة. عشان كده قتلتها؟ ما قتلتهاش. والفلوس دي؟ ناس صحابي كانوا مسلفينهم لي. اسمهم ايه صحابك؟ يا باشا لو عكرتيني والله ما بتاع. يلا يا باشا روح المخزن عندي. بعدين معاك كده ما تخافيش، انا جاي لك والله ان شاء الله. يلا يلا تعالى. انما انت تاخد الدواء. يلا امشي. يلا يلا حاجه ابني. يلا كده بقى على فكره انت بتقول ده غلط. يلا امشي. يلا يا باشا القانون اللي انت بتعمله ده. يا ريس احنا لمينا الفلوس من بعض واديناها لإيهاب عشان يقدر يجيب وصل الامانه اللي عليه، وكمان الشريط اللي هيوديه في 60 داهيه ده. شريط ايه؟ شريط ايه؟ اصلها صورتني وانا نايم معاها وهددتني بالشريط او ادفع لها 100,000 جنيه.
اتفضل. يعني ما كنتش تعرف انها بتصطاد الشباب وتصورهم هم ها نايمين معاها؟ لا يا فندم، انا كل علاقتي بيها اني بشتغل عندها دي جي وبس، ما اعرفش حاجه عن علاقاتها الشخصيه. مش انت اللي عرفتها على ايهاب منصور؟ ايوه، ايهاب كان محتاج لشغل بس ما كنتش اعرف انها هتصوره وتهدده بالشريط. تعرف رمزي رضوان؟ مدير اعمالها. تعرف هو فين دلوقتي؟ سمعت انه مسافر المانيا. اخر مره شفتها امتى؟ في الكلاب من يومين. جابت الشباب ده كله منين؟ بطلع وحشه يا فندم. ده المهم لي كلهم. قررنا نحن وكيل نيابة عبدين في القضية رقم 65 بتاريخ 20/6/2008 الآتي: إخلاء سبيل كل من محسن محمود وعزة أيوب وسليم حجازي بضمان محل إقامتهم، إخلاء سبيل كل من هاني أحمد وحسني محمود وماجد علي بضمان مالي قدره 500 جنيه كل منهم. يحبس المتهم إيهاب منصور 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الميعاد. والله العظيم ما قتلت حد. والله ما قتلتها. ما تتكلم يا عزة. أنا قلت يا عزة. أنا جيت أعرف منها يا جدعان. ما تظلم يا عزة. اتكلم يا محسن. مش مظلوم إن أنا ما قتلتش. ما تعرفش منها يا عزة. ما تعرفش حاجة خالص. تسليم ما تظلم يا تسليم ما تقتلتني هناك. تسليمك والله يا فندم ما قتلت حد. الله مين اللي بيخبط كده؟ قوم يا محمود تسليم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا طنط؟ في ايه؟ ايهاب اتقبض عليه متهم في جريمة قتل. قتل؟ مروة مش هو ده ايهاب اخو حنان؟ مروان يا إيهاب اسمعيني، أنا هربت صدقيني يا مروان، أنا ما قتلتش حد. نفسي أصدقك بس مش قادر. وبعدين ده أنا إزاي ما تقوليش؟ ومين الست دي يا إيهاب؟ إزاي تعمل كده؟ أنا عارف إني بوظت كل حاجة. طبعا بوظت كل حاجة، واللي عملته ده خيانة. ألو مروة. إيه مالك بتعيطي ليه؟ أنت مالكيش دعوة الموضوع ده خالص. لا بقى ليها دعوه، ما تقولي له مروه ولا اقول انا. انا وايهاب متجوزين.
اللي بيحصل ده إيهاب؟ والله يا ماما ما قتلت، ده أنا ابنك، أنت أكتر واحد عارفاني. ما فكرتش فينا يا ابني، ضيعت نفسك وضيعت الدنيا يا ابني. معلش يا ماما لازم أقفل، أكلمك تاني. إيهاب انتي يا مروه تعملي فيا كده؟ تتجوزي من ورايا؟ ما فكرتيش فيا؟ كل ده كان ممكن ما يحصلش لو حضرتك كنت اديتنا فرصه، ولو كنت حاولت تتعرف على ايهاب اكتر. فرصه؟ انا كنت بحاول احميكي. لا انت قفلت الباب في وشنا. مش مهم ازاي، المهم هربت وخلاص. اسمع سليم، انت اللي دبستني في المصيبه دي وانت لازم تخرجني منها. انا عرفتك عليها عشان كنت عاوز اساعدك، كنتش عارف ان كل ده هيحصل. بس انت عارف كويس ان انا ما قتلتهاش. بس دول مسكوك متلبس يا ايهاب. بقول لك ما قتلتهاش يا سليم، صدقني. المهم ان انا محتاج اسافر وانت الوحيد اللي ممكن تساعدني. ساعدك ازاي؟ انا محتاج باسبور مضروب وفيزا لاي بلد. انا معرفش حد ممكن يعمل كده يا ايهاب. لازم تلاقي حد يا سليم، لو ما عملتش كده هتشمل. وانا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا هحاول ان اساعدك، اوعدك اني هحاول. خد خد اشرب عشان تاكل. مش عايز زفت. انا كمان عاوز اسافر. أنا خلاص عرفت من هنا، عاوز أبتدي حياة نظيفة. كفاية شرب تسكرت. أنا ممكن أقعد عندك هنا لحد ما أسافر؟ طبعاً يا إيهاب، ده بيتك. أنا هدخل الحمام، حاسس إني مش طايق ريحتي. مالا؟ طب صاحبها؟ ايوه كنت بحبها، هي اللي عرفتني بالحياه اللي انت شايفها دي. سهر سفر فلوس، ادتني كل اللي انا عايزه. شريتي من الفقر والقرف اللي كنت فيه. هي اللي جابت لي الشقه اللي انت شايفها دي. انت عارف اللي هي بتعمله، عارف موضوع التصوير والشرايط. انا كنت اول واحد صورتني وهددتني، وافقت، بعت نفسي عشان كنت بحبها. كنتش اقدر ارجع لحياتي القديمه. ساعات كنت بجيب لها شويه عيال، كنت بتقطع من جوه، بس ما كنتش اقدر اقول لا. ازاي تعمل كده؟ ازاي يا سليم؟ ما كنتش عايز ابقى انا بس الوسخ، ما كنتش عايز ابقى انا بس اللي بيبيع نفسه. وعشان كده ودتني ليها، عشان ابقى زيك. لا يا ايهاب انت لا، صدقني حاولت ما قدرتش، حاولت امنعها يا ايهاب ما قدرتش. وازاي وافقت؟ ازاي يا سليم؟ ما قدرتش يا ايهاب. يا ريت ما كنت قابلتك في اليوم ده يا اخي، يا ريت كل ده ما كان حصل. انت اللي قتلتها يا سليم. انا ما قتلتهاش. لا انت اللي قتلتها. قول لي انا، قول لي احنا اصحاب، قول لي، قول لي الحقيقه. انت اللي قتلتها مش كده؟ ها انت اللي قتلتها. ايوه انا اللي قتلتها. قتلتها عشان ما تبقاش زيي، قتلتها عشان احميك. انا قرفت من ضميرك الصحي ده، اشمعنى دلوقتي؟ عشان انت صاحبي،
انت مركزه عليه كده ليه؟ ما في 100,000 راجل تاني ممكن يعمل الشغلانه الواطيه بتاعتك دي. الشغلانه الواطيه دي هي اللي بتصرف عليك وعليا. اديله الشريط ووصل الامانه وخلينا ننساه بقى. انا ما اقدرش ادمر حياه صاحبي، مش كفايه انا؟ انت ايه؟ انت ولا حاجه من غيري ومن غير الشغل ده. انا اللي عملتك بني ادم. روح ارجع للحاره البيئه بتاعتك دي واشتغل ساعي ولا عامل بنزيمه زي صاحبك. انت بتضربني يا حيوان يا ابن الكلب، امشي، مش عايز اشوف وشك انا تاني، امشي بره بره. بعدها اتصلت برمزي قلت له لا لقيت مايا مقتوله، وقلت له يسافر عشان ما تفضحش كلنا. كانش قصدي اقتلها، بس كان لازم اعمل كده، كان لازم اقول لا ولاول مره واحده في حياتي، كان لازم اعمل كده عشان احميك واحمي نفسي. سليم انت هتيجي معايا البوليس وتعترف بكل اللي قلته لي؟ ما اقدرش يا ايهاب، امي هتموت لو عرفت انا كنت بعمل ايه وباكلها منين. وامي ومراتي واخواتي يموتوا وانا اتشرع عشانك ليه؟ اسمع يا ايهاب، انا معايا فلوس كتير هسفرك ما تقلقش. انا مش عايز اسافر، اسافر اسيب بلدي ليه؟ عشان جريمه انت اللي عملتها. انت هتيجي معايا البوليس وتعترف غصب عن اللي جابوه. ما اقدرش يا ايهاب، ما اقدرش. لازم تعترف يا سليم، لازم، مش عشاني، عشان صحبيتنا، عشان نفسك، عشان تحس انك فعلا قلت لها لا. لا يا سليم. بعد الاطلاع والمداولة وسماع المرافعه الشفوية، حيث ان المحكمة اطمأنت الى ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمين لما أتوه من أفعال مشينة لجريمة أضرت بالمجتمع، فيجب التصدي لمثل هذه الأفعال بعقوبة رادعة لهذه الجريمة، لتكون عبرة لكل شخص تسول له نفسه إتيان مثل هذه الأفعال. بناء عليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سليم حجازي مصطفى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة المتهم إيهاب منصور حسين بالسجن سنة مع الشغل، وغيابياً بمعاقبة المتهم رمزي أحمد رضوان بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. كل احساني وروحي
تقبل كل احزاني. والحياة فرحة لو انت راضية ومسامحة وضحكة، شمس في صباحي عشانك ولا علشاني. وبفرح والحياة فرحة لو انت راضية ومسامحة وضحكة، شمس في صباحي عشانك ولا علشاني. وروحي ساكنة في روحي في قلبك، شفت شورياني دموعي تجري في عيوني وتتبك كل أحزاني. وروحي ساكنة في روحي